أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.